السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين أم جاد. مرحبا بالناس اللي التحقوا بالقناة نتاعي واللي باقي ما التحقش، كنقول ليه مرحبا. ما عليك إلا تشترك في القناة وتقرأ على الجرس باش يوصلك دائما الجديد على قناة كويزين أم جاد، وكذلك تخلي لواحد التعليق، التعليقات ديالكم كتهمني بزاف وكنكونوا دائما على تواصل، وتخليوا لي جيم وتبارطاجيو لا فيديو. اليوم ان شاء الله نشوفوا مع بعض كيفية تحضير انا غنصنفها من ألد الخبيزات، خبيزات صغار محشية كيجيو رطبين رطبين وهشاش ساهلين مكشوة سهلة في المتناول. نخليكم على فيديو وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير العجين، غنحتاجو عندنا هنا 2 كؤوس عنبة من الدقيق الأبيض أي فورس، عندي كأس شاي من الدقيق فينو او السميد الناعم، عندي 1 خمارة ديال الحلوه، عندي بيضه، عندي معلقه كبيره من الخميره المعجونه، عندي معلقه صغيره من السكر الخشن او السنيده، عندي قرصه ديال الملحه، وعندي حليب دافئ لجمع العجين. اول خطوه غادي نديروها هو غنغربلو الدقيق، غنغربلو الدقيق نضيف دقيق الفينو، نضيف خمارة ديالي، نضيف السنيدة، ناخذ هذا الكاس ندير فيه الخميرة، نصب عليها الحليب، نضيف بيضة. نسيت ما قلتش في المقادير الزيت، هنا غنضيف 2 معالق كبار ديال الزيت، شويه ديال الملحه، نضيفو هنا شويه ديال الملحه، بعد ما دابت لي الخميره نضيف بشوية بشوية. نغطي العجينة ديالتي بالسلوفان باش نخليها ترتاح ويتضاعف الحجم ديالها. نخلي العجينه ديالتي ترتاح وفي هذا الاثناء نوجد لها الحشوه. بالنسبه للحشوه انا غنستعمل هنا، قطعت هنا 2 فلفلات وعندي شويه ديال لاداند، غنستعمل غير شويه ديال لاداند، وتقدري ديري الكفته، تقدري تستغني عليهم وديري الطون ولا ديري غير الخضره. هنا عندي واحد بوريه مقرده مع بصله مشلضه، عندي الفرماج وزيت العود وزيت زيت العود والعطريه اللي غادي نشحر بها الفلفله. اول حاجه غناخذ الفلفله ديالي، غنزيد عليها البصله والبورو، ندير لها شويه زيت العود، بزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، عندي هنا الزيت النباتيه، شويه ديال الثوم مغبره، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الملح. نشحر هذا الشيء ونزيد عليه الربيع مقرد. فوالا، ها هي الحشوه ديالنا وجدت.
كيف ما شحرت البصله والبصله والبرو والفلفله مع العطريه، زدت عليها الربيع مقرض، زدت عليها هنا الربيع مقرض ولا داند، واحد معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وخليتهم ينسجموا مع بعض وطفيت عليهم، خليها تبرد. بعد ما خمرت لي العجينه فوالا وتضاعف الحجم ديالها، نحاول نخرج الهواء اللي فيها. واخا كتلصق في اليدين ماشي مشكل، قد ما انت كتخدميها وقد ما كديري تكوريها بحال هكا الا كتجمع مكتبقاش تلصق، دائما بمساعدة الدقيق ندير كويرات صغار. بعد ما كملتهم كاملين هنغطيهم شوية. ها هي بردات الكويرات ديالنا، حنا وجدناها. دابا غنبدا نورق كل وحده في وحده. ندير الحشوة ديالي، الحشوة كتبقى اختيارية. ندير شوية ديال الفرماج، كنجمع بحال شي كميسة يجيو على هذا الشكل. هذا اللطه تاعي نكون ديجا ندير لها ورق الطهي بابي كويسه. ندير ثاني اخرى،
نجمع بحال انا كندور وتنجمع تندور تنجمع بحال شي كموسة. فوالا حتى كتجمع ليا في الوسط ونقلب، ندير شويه ديال الدقيق هنايا، نضغط عليها بالدلاك غير شويه باش ما تخرجش لي الحشوه من الجوانب ديال العجين. هلكا ونديرها في اللاك، نستمر حتى نكمل كلشي الكويرات اللي عندنا. من بعد ما ملأت اللاطه ديالي عندي هنايا واحد اصفر بيضه مع شويه ديال الحليب، غندهن بهم الوجه ديال هاد الخبيزات. غناخد واحد السكين ماضي، نحاول انني ندير خطوط اولا الشقوق، نحاول نرش بالبافو ولا الزنجلان الابيض ولا السانوش. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه وتنضموا الى القناة وتخليوا لي التعليقات ديالكم وواحد لايك. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المتابعة، مع تحيات كويزين أمجاد.